جيسي، صار شي بينك وبين أكرم أو لا؟ أكيد لا، شو هالسؤال هيدا؟ خلص، ما بدها هالقد. أنا سألت وأنت جاوبتي. ولا مرة تبليت على حدا بقضية مخدرات، قضية فيها جرصة وحبس. وقصدي بالجرصة والحبس ليلي ركب القضية. أنا غلطت غلطة وحدة معك، غيرت اسمي وما خبرتك إلا بعد ما تجوزنا، وأنت لليوم بعدك بتهتني بهيدا الموضوع. ليه؟ لأنه أنا سبق وغلطت معك، وأنت كل يوم بتغلط وبدي أنا أسكت. خليكي بعيدة عن حياتي أحسن لك، أحسن ما أخذ الأدلة وروح أرفع عليك دعوة وخبر أكرم. بترجع له شو؟ بتعطيه أو بترجع له إياه للبيت؟ لا، إنه اللي هي يعني، بس إنه بخليه لهم البيت كرمال إنه وفي حكينا الدغري. شو قصة هيدي بعطيه البيت وبرجع له إياه للبيت لمين؟ اليوم رجعنا اكتشفنا صفحة جديدة على الإنترنت، الغناء أكيد، بس شو ممكن يكون تفرع منا على غير صفحات؟ ما بقى فينا نحدد ولا بقى فينا نلغي. نحن لغينا كل الصفحات، بس شو ممكن يرجع يبين؟ ما بقى فينا نعمل شيء. لما احساسك بخونك بتصفي مجبور تخون، بتغمض عالصحة عيونك ضحية نزوي بتكون. لما احساسك بخونك بتصفي مجبور تخون، بتغمض عالصحة عيونك ضحية نزوي بتكون. حضن الفكرت وطن كذبي رح تدفع له تمن، وكرامة قلب ظلمته تصفي بالندم مسجون. جرب يا قلبي وقف قدام الحقيقة ضعاف، جرب صلح أغلاطك خلي الندم انشاف. جرب يا قلبي وقف قدام الحقيقة ضعاف، جرب صلح أغلاطك خلي الندم انشاف. صعب ندوي للجرح، بتلاقي الحب بوقفة خسران وما بيعرف ربح. في اشياء لما بتنكسر صعب ندوي للجرح، بتلاقي الحب بوقفة خسران وما بيعرف ربح. ايدك بتضيع حقيقة تظلم مشاعر بريئة، تركض لماضي مشتاق له ذكريات مسكر طريقة. جرب يا قلبي وقف قدام الحقيقة ضعاف، جرب صلح أغلاطك خلي الندم انشاف. جرب يا قلبي وقف قدام الحقيقة ضعاف، جرب صلح أغلاطك خلي الندم انشاف. دكتورة ريما، ما عم بلاقي دكتورة دانيا، دقيت لها ما ردت. شو يعني وين راحت؟ أنت حكيتها شي؟ إيه حكيتها، فكرت إنك هون. طيب شفتها عند دكتور جاد؟ لا. خلينا نشوف. يا Thank you.
يعني زمطت؟ أكيد بتكون راحت على البيت. يا عمي ما بتنترك هيك. دانيا ما أنا بوضع تضل لحالي، لازم أروح لعندها. يلا روح، أنا بروح معك. يلا. كل شيء هلا راح يخلص. أنا بحبكم كثير. ما تزعلوا مني. أنتوا كل أهلي وذكرياتي معكم. سامحوني. أنا بحبكم كثير. سامحوني. جد أنا شايفتك موتر، في شي ما بعرفه؟ في شو في؟ دانيا. ايه شو بها دانيا؟ ما بها شي، ما بها شي، بس ما بعرف كيف بدي اقول لك اياها، بس بعتقد عم بيجيها افكار انتحار. شو؟ هي خبرتك؟ لا ما قالت لي شي هي، بس انا كطبيب بقدر اعرف الواحد شو عم بفكر بهيك احوال. بعتقد انه عم بفكر بهيك. بليز اسرع، بليز عجل. يلا. أنا دايماً أفكر شو ممكن الإنسان يكون عم بحس حتى يكون عنده الجرأة يقتل حاله. أنا ما بصن في شي بهالدنيا بخليني أفكر مجرد التفكير بهيدا الشي، ولا شي. بحبك، أنت أهم حدا بحياتي. ريما بدي أعرفك على دانيا، صديقة عمري كله. دانيا؟ دانيا شكلي بدي ولد هلا. دانيا هاي موجوعه موجوعه. دانيا رح ولد. روقي بدكم الولد يجي جاهز بدون ما تقولوا اخ؟ لك الي هالحكي؟ طيب يا دانيا بنتحاسب بعدين، انا بفرجيك. ما بعرف لو ليكي شو كنت بعمل. لو الله عطاني اخت ما كانت رح تكون بحنيتك ومحبتك. بلشتوا اكل بدوني؟ كلكم كلاب. Thank you.
حيلا حدا إذا عنده مشكلة ليك بتهب دغري المساعدة بتسمعي بتعطي نصايحك بس ولا مرة شفتك عم تشكي همك لحدا ما في حدا منا ما عنده مشاكل ما حدا مرتاح ما عم بترد علي طبيعي ما رح ترد خلص تركيها انسي واصلين نحن بليز اسرع بليز اسرع شوي بليز وين دانيا؟ دانيا راحت على البيت كيف راحت ما بتروح قبل ما تشوفني وريما وين؟ هي كمان مثلك تفاجأت كيف دانيا راحت على البيت بتصور لحقتها تطمن عنها انتو مخبيين عني شيء؟ لا لا فرح ابدا مثل ما عم خبرك بس مثل ما بتعرفي اخبار دانيا مش كتير منيحة كانت مضايقة فريما لحقتها هي وجادي طمنوا عنها ما في شيء بس جينا عند دانيا شوي بس فيلم من عندها بحكي لك سيارتها هون مش معقول راحت لمحل دانيا دانيا بليز افتحي الباب ريما تحت الحقل على الباب ريما حدا يرد علي شو عم بيصير بدي اعرف يا ريما جات خمس خلع الباب خلع الو ريما دانيا شوفنا بابا شوفنا بابا شو؟ نبضها كثير ضعيف شيلي معي شو عم شيلي معي خليني اشيل انا شيلي ما بعرف شو صار، وصل له فيديو لأكرم هلا تغيروا ملامح وجهه بشرفك بوس ايدك دقي لجمال شوفي إذا بعت له فيديو أو صاير شيء بليز خلص روقي هلا بحكي وقت أكل الهواء هلا يا الله دخلك شو بدي أعمل فرح بتصير بفرح كمان مشغول يا الله دخلك شو بدي أعمل شو بدي أعمل شو عم تعملي شو عم تعملي بدي انزل شوف شو عم بيصير هلا بننزل بس ليه عم تعملي هيك بدي انزل انا شوف شو عم بيصير يا عمي رح ننزل بس ما بيسوى تعملي هيك روقي نتفي طولي بالك دانيا منيحه منيحة ما بعرف عم يهتموا فيها هلا عم تكذب علي لا والله ما عم كذب عليك ريما معها تحت هلا بنزل انا بشوف شو الوضع وبرجع بقول لك بس وعديني ما بتقومي من التخت طب خليني انزل معك وعديني بليز هلا بننزل بترجع بتطمني دغري وحياتك رح ارجع وعد وعد
بس وعديني بضلك هون. اوكي. رجعلك. يا الله يا الله دخلك بطل حدا يرد علي. لو سمحتي جيبوا دكتورة دانيا طوارئ. دكتورة ريما جوا. كلير دانا. كلير شو عملتي يا دانا؟ كلير دانيا قومي. ما فينا حسن. دانيا بدها تقوم. دانيا بدها تقوم. دانيا بدك تقومي. دانيا بدك تقومي. قومي. أكيد ما بعتت شي ولا حكيته ولا جيت صوبه. في حدا حدك؟ حدا سمعني قصدي؟ يعني هبلة أنت؟ كذبنا الكذبة وصدقناها؟ ليش أنا معي فيديو إلها؟ أبصر شو مخبصة هي. هو ما بعت له شي ولا قرب صوبه. يا الله يا رب دخلك. شو شايف لكين؟ هذا خاله عم يدق. الو اي خالو شو؟ شو عم تحكي انت؟ وانا اقول ليش ركض بهيدي الطريقة؟ ماشي خالو ماشي اوكي انا هلا رح اجي بعد شوي. اوكي باي. يا الله شو في؟ نقلوا دانيا على المستشفى. شو؟ محاولة انتحار. مسكينة. لازم احكي مع اكرم لانه هو كثير معلق فيها. ما حدا بده يرد؟ انا بقول لكم كيف. اكرم اكرم وينك؟ هلا جايبوا دانيا على المستشفى وعم جرب دق لريما ما حدا عم يرد علي. يلا تعا بليز. هلا وصلت. ايه هلا ببعد حدا يجيبك ما تعتليهم. يلا. طمني كيف عم بيصفوها جوا. يلا يا دانيا. طب عقيد فيك تحط فرح على كرسي وتجيبها احسن ما تقوم تجي لحالها بتعملها. دانيا أمي دانيا أمي دانيا أولا دانيا دانيا ما فيك تروحي دانيا ما فيك تروحي. دانيا دانيا أنت ما بتلبق لك هيدي النومة. دانيا دانيا قومي. دانيا عم تسمعيني؟ عم تسمعيني يا رفيقتي؟ يا رفيقة عمري انت عم تسمعيني؟ دانيا انا زعلتك شيء؟ انا اذا زعلتك والله ما كان قصدي والله. دانيا ريما دانيا ريما دانيا وجهك مثل القمر. دانيا انت نايمة صح؟ انت نايمة؟ ريما 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 دانيا نايمة. ما هيك دانيا دانيا نايمة. أنا
بحب دانيا صريخ. فرح خلينا نرجع هلا انا بعرف شو فيه وطلعني. لا 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 فوتني لجوا احسن ما اقوم انا. دانيا عطيتك عمرة. شو؟ شو عم تقول؟ اي خالو. شو صار؟ كيف انتحرت؟ من شي ساعة سلمت الروح، أخذت أدوية وقفت لقلبها وما قدروا يسعفوها. هي حكيمة وعرفت حالها شو أختها. ما كنت بتصور رح توصل لهالمرحلة. يا الله حرام. أنتوا عرفتوا ليش هيك عملت؟ يعني شو اللي وصلها لهون؟ ما بعرف خالو. انت ليش جيت؟ شو ليش جيت؟ جاي اوقف حد جوزي. برافو عليكي خانو، هيدي الاصول. اكرم من نهار. وينه هلا؟ بالاوضه عن فرح. ماشي خالو، رح اطلع اشوفه انا. اوكي بالاذن. انا السبب. Thank you.
كثير منيح. أنا زدت لها الدواء لأنه جرحها ما بقى يحمل اللي عملته قبل. بس بالمبدأ وضعها مستقر، وبالنسبة لإلكم أنتم وضعكم مش كثير منيح كمان. يعني لو بتستغلوا الأدوية اللي أخذتوها وبتروحوا بترتاحوا شوي. دانيا غالية علينا كلنا، بس هيدي مشيئة ربنا، نحن ما فينا نغير شيء أبدا. نحن كل اللي فينا نعمله إنه نصلي لها ونترحم عليها ونضل نذكرها بالمنيح. الله يقويكم ويقوينا. حبيبي خلينا نروح على البيت هيك بوصلك وانت بترتاح شوي، شو رايك؟ اتركيني. ماشي، لكن انا رح ابقى معكم. اوكي؟ لا فيك تروح حبيبي، معلي انا بحب انه ابقى لحالي بهيدي الاوقات. بليز. ماشي حبيبي، على راحتك. العمر إلكن يا جماعة. دانيا خسارة كبيرة، نفسها بالسما. بالإذن. يصطفل كأنه أنا قتلتها، على القليلة أنا جربت. ألو جمال، لقيني هلأ على الطريق البحري، جاي أنا. بعتت لي فيديو إلي بس ما قدرت لحقها، ضايقت لي كتير، كان خطي مشغول. حكيتني فرح، أنا عوالتي تركت الخط مفتوح، ما سكرت الخط، ما سمعت كل شيء. كرمال هيك خطها كمان كان مشغول. أنا رحت لعندها على البيت، لقيت الباب مفتوح، ولما شفت الأدوية فهمت أني تأخرت عليها. كلنا تأخرنا عليها، ما قدرنا نعمل لها شيء، ما قدرنا نعمل لها شيء. في حدا من أهلها لازم نحكي؟ أنا مثل ما بعرف إنه بي وإما بعد ما انفصلوا كل واحد تجوز من ميلة وفلوا برات لبنان، وهي صار لها زمان ما بتعرف عنهم شيء. وبيا مثل ما بتذكر إنه معه ألزهايمر. يعني عندك معاملات كتير بدك تقوم فيها، تكون قدها. أكيد ما تعتلها، رح أعمل وجبتي معها للآخر. قدرت اخذ حق فرح. المجرمة قدرت تطلع من البلد وانا عم بتفرش. وزيادة عن هيك رحت خبرت الدكتورة قبل ما انطر تكون ريما او حدا حتى. وراحت قدامي على الموت. وكمان وقفت اتفرش. انا ما بستحق اقعد على هالكرسي. اذا مش قادر احفظ حقوق الناس او حافظ على حياتهم. الصايغ
شو؟ حاطت شي كاميرا ولا عم تسجل لي شي فيديو مثل العادة؟ مش هالقد، ماني وحش لهالدرجة. لا ولو بدك تسمعيني أو بدنا نتمسخر؟ على فكرة في أشياء رح أقولها وما بتعرفيها، بس بتصور رح تشوفيني وحش أكتر. اللي رح أحكيه بيفيدك ما بيضرك أنت. بيضر مين؟ للأسف بيضرني أنا وجيسي. تفضل احكي. في علاقة بيني وبين جيسي من فترة طويلة. صح. ست سونيا، بدي أخبرك خبر منو حلو أبدا. خير؟ شوفي بلايونك مورمين هيك. دكتورة دانيا توفت. شو؟ شو عم تحكي أنت؟ والله هلأ من شي ساعتين. يا دليلة يا دليلة يا ديهان شبيبة، شو صار لها؟ انتحرت. شو؟ يعني منك مصدقتيني؟ طبعاً مني مصدقتك. وإذا أثبت لك؟ تفضل ماشي اثبت لي لأشوف. إيه حبيبي؟ إيه حياتي؟ الظاهر لحالك لحتى رديتي هيك. إيه لوحدي. الهبلة لحقت جوزها ماتت رفيقته وهي رح تتوسي. أوف شو هالحكي؟ يبدو الأمور معقدة صوبكن. إيه قد ما بدك، بس هيك أحسن بقدر شوفك أكتر. يعني ممكن تتأخر لتبعت لي المصاري، رح تتحجج بالموضوع وتنطرني كتير. أكيد هي بدون شي عم تقرف الموضوع وقطعت إيدها وشحدت عليا كمان. أنا شايف ما رح تترك لي خيار غير إنه خبر جوزها بكل شي. وأنا بقول هيك لازم، خلص أنا زهقت ودي أخلق منه، ما شفت أغبى من هيك ولو. لا باسل أبدا، أنا ما انزعجت منك ولا ضايقت، بالعكس أنا احترمت مواقفك. أنا بشكرك إنك فهمتني. طبيعي حاول اطمن عمي، حاول افهم الامور اللي خبرتك عنها. مزبوط باسل، انا ما قصدت اني احترمت موقفك لانه بس عم تطمن على امك، لانك تعاملت معي من زلمه لزلمه بكل رؤي وثقافه، وما جيت مارست علي العيب صبيانيه. فظيع فظيع ليلى قديش تعبانه بتربيتك. تسلم. شوف باسل، امك شاكه اني انا عم خونها، وهذا شيء مش منطقي بعد عشق كل هالسنين. انا مرتي انفصلت عنها لاني ما قدرت احبها. انا ما حبيت بحياتي غير امك. طب شو عم بصير؟ وين المشكله؟ اكيد في شيء خليها تشك. صحيح، اكيد شافت شيء مغير بتصرفاتي، لاني حقيقه عندي مشاكل ماديه، وانا ما حبيت اشغل بالها ولا احكي قدامها بهالموضوع، لانه بصراحه ما بيهين علي أن أتعرض علي المساعدة. الله يسامحك. هلأ هيدي هي؟ وين المشكلة وهي وقفت حدك؟ شفت هيدا الكلام اللي ما بدي أسمعه، بس أنا رجال وما بيهين علي أنه مرة تساعدني ماديا. هي شافت وصل لمحل ورد. صحيح، صاحب المحل بده مني مصاري، يعني بده مني شي 30 مليون، وقبل انه ياخذ مني ورد بقيمه 20 مليون ويلغي الدين، وانا المصدر اللي جبت الوردات منه بقصت لي اياهم على 4-5 دفعات، وهيك بكون خلصت من مشاكل الماديه. كلامك مزبوط، ما بتعرف قد ايه ريحتني. شوف انا رح اعرض على ليلى الزواج بالوقت المناسب، وهالوقت صار قريب كتير، بس بيبقى رايك هو الاهم. انا ما في شيء بهالدنيا بخليني مبسوط أكتر من إني أشوف أمي مبسوطة ومرتاحة.
بتعرف؟ لهلا ما لقيت حدا وفي بحياتي. لقيتي كارن بس ما حفظتي. شو قصدك؟ قصدي انه انا كنت وافي باول علاقتنا بس بعتيني بلحظه في شيء اسمه كارما. واضح قديش كنت وافي بحياتي. واضح. هلا بقدر اقول اني وافي بس بالاول لا. انا بس عم بنتقم من قهري، ولعلمك حتى لو ما كنت دفعتي مصاري ولا حطيتي كاميرات ببيت العيد انا ما كنت رح خبر جوزك شيء. انا بحكي بس على الفاضي. فإذا أنا رح شيل الكاميرات من بيت خاله، ما ذنبه خاله يتحمل غلطي أنا؟ تكرم عينك، شيليهم. بس للأسف مع جيسي ما بقى فيي أعمل شيء. صارت بتعرف كثير عن حياتي، فيها تخرب لي بيتي بأي لحظة وما رح يهمها. ما بعرف كيف بدي أخلص منها. أنت بليتني فيها، بدك تخلصني منها. لكن ليش بعت وراكي انا؟ انت لازم تعرفي انه بالوقت اللي اتصلتي فيه بجيسي كان الثاني يوم رح تدق لك وتيجي طلتي عندك. يعني فرقت بس عن نهار. صدفه لعبت دوره. ما فهمت عليك، شو قصدك تيجي طلتي عندي؟ جيسي عليها 7 مذكرات توقيف وخلاصه حكم. اسهل شيء تسلميها للتحري. وين هو الابيض؟ ومنين اجى ابنك؟ عفوا، مين بقول له؟ ابنك. خلص بتعرفي خلي عنك انا بقول لك. لو سمحت، شو عم بيصير؟ اهلين بالبيضة. انت رويد مش رح تفهم انه ما بيفوتوا عند الناس بهالطريقة؟ اول شيء هتي، كأنك ضعفانة نتفة، رجين او سمسمة. شو بدك فيا عارف؟ خلصني بقى. بدي دادي. بعدين هون مش بيت الناس، هون بيتي وانت بتعرفي كثير منيح الموضوع. المهم بابا فين؟ قولي له عمو. بس حتى لو هي انحبست، إذا عرفت بالموضوع فيها تخرب لي حياتي، فيها تبعت خبر هي وجوا. كارين أنت بشو بعدك ممسكة؟ حياتك مخروبة خالصة. أنا مستغرب أصلاً إنك بعدك بتسميها حياة. أنت لازم تحضني بنتك وتتركي أكرم، لأنه قريباً جداً رح يتركك. كل اللي عم يعمله لعبة ليأخذ البيت. هو أصلاً وصل له مسج إنك عم تخونيه. لما أحساسك بخونة بتصفي مجبور تخون، بتغمض عالصحة عيونك ضحية نزوي بتكون. لما أحساسك بخونة بتصفي مجبور تخون، بتغمض عالصحة عيونك ضحية نزوي بتكون. حضن الفكرت وطن كذبي رح تدفع له تمن، وكرامي قلب ظلمته صفي بالندم مسجون. جرب يا قلبي وقف قدام الحقيقة ضعاف، جرب صلح أغلاطك خلي الندم انشاف. جرب يا قلبي وقف قدام الحقيقة ضعاف، جرب صلح أغلاطك خلي الندم انشاف. سر صعب نداوي للجرح، بتلاقي الحب بوقفة خسران وما بيعرف ربح. في اشياء لما بتنكسر صعب نداوي للجرح، بتلاقي الحب بوقفة خسران وما بيعرف ربح.
بايدك بتضيع حقيقة، تظلم مشاعر بريئة، تركض لماضي مشتاق له، ذكريات مسكرتها.